سوف نستكمل معا في هذا الجزء التعرف على باقي المهارات الخاصة بالتحديد أو Selection. فلتحديد هذا الشخص الموجود بالصورة نختار الماجيك وان تول، ثم نغير التولرانس الخاص بها إلى 50، ثم نضغط على هذا اللون فيتم تحديده بالكامل كما نرى. ولتحديد اللون الثاني نضغط على مفتاح شيفت بلوحة المفاتيح، ثم نضغط على هذا الجزء فيتم تحديده مع الجزء السابق. نستمر في هذه العملية حتى يتم تحديد معظم أجزاء الصورة، ونجد أن الجزء الخاص بالماء لم يتم تحديده بالكامل، ولذلك نضغط على الأيقون Edit in Quick Mask Mode الموجود بأسفل التولز بانل، فتظهر لنا الأجزاء غير المحددة بهذا اللون الأحمر كما نرى. نختار البراش تول ثم نذهب للصورة، ولتغيير حجم البراش نضغط على زر الأوبن براكت لزيادة حجم البراش، وبالضغط والسحب يتم تحديد باقي الأجزاء. نستمر في هذه العملية حتى ننتهي من تحديد باقي أجزاء الصورة. نضغط على نفس الأيقون مرة أخرى فيظهر لنا تحديد الخلفية بهذا الشكل. ولاختيار الشخص فقط نذهب لسيلكت منيو، ونختار الأمر Inverse لعكس التحديد، فيتم تحديد الشخص فقط كما نرى. ولحفظ هذا التحديد نذهب للسيلكت منيو ونختار الأمر Save Selection، فتظهر لنا نافذة Save Selection. نكتب اسم التحديد Bename ثم نضغط OK، وبالضغط على Ctrl و D يتم إخفاء التحديد هكذا. وهذا التحديد قد تمت إضافته على تشانل جديدة، ولذلك نذهب للتشانل بانل فنجد هذه التشانل كما نرى. نضغط على مفتاح Alt مع الضغط على التشانل فتظهر لنا بهذا الشكل، ونلاحظ أن الجزء المحدد هو الجزء الأبيض والجزء غير المحدد هو الجزء الأسود، ونجد أن هناك بعض الأجزاء غير المحددة تظهر لنا كنقاط باللون الأبيض، ولذلك نتأكد أن الفورجراوند كولر هو اللون الأسود، ثم باستخدام البراش تول نبدأ في إزالة هذه الأجزاء البيضاء، وبعد الانتهاء من ذلك نضغط على الـ RGB من الـ Channels Panel فتظهر لنا الصورة مرة أخرى. ولتحديد الصورة نضغط على الـ Channel الخاصة بالماسك مع الضغط على مفتاح Ctrl بلوحة المفاتيح، فيظهر لنا التحديد هكذا. وبذلك نكون قد تعرفنا على كيفية استخدام الـ Quick Mask في إنشاء التحديد أو Selection. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس.